السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اليوم ان شاء الله عندنا واحد التحدي ديال هاد السطل، اشنو ممكن نديرو بيه؟ يعني خصنا نديرو بيه شي حاجة اللي تفيدنا في الدار وفي نفس الوقت يعني ما نرميوش، لانه مهرس مشقوق من الداخل، يعني من هنا مشقوق كما كتشوفوه موسخ وحالته، يعني ما بقى بدا كيزل الماء، لكن نحاول ما امكن نردوه شي حاجه اللي هي زوينه ونستعملوها في الدار. ندوزو ان شاء الله للعمل واكتشفوا معايا المراحل كيفاش ممكن نحول هذا السطل الى تحفه فنيه ان شاء الله. حاجه درتها كما كتشوفي هي انني حيدت هذوك اليدين بالعافيه، هنايا ما عنديش العافيه لهذا راه حيدتهم في الدار. موس سخون يعني غير سكين يعني غير بالموس هكا وسخنته وقطعت، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه هكا حيدتهم هما الاولين. عاد غادي ندوز يعني الفكره انا مازال ما استقرتش عليها واش غادي نحيد الحاشيه ولا ما نحيدهاش، لكن كنظن انني غادي نحيدها. المهم غادي تدوزو تكتشفوا معايا ان شاء الله اشنو ممكن نديرو بهذا السطر. اللي جاتني هي جاتني من هذه، كانت في واحد الاباجوره وما بقاتش يعني تهرسات، يعني هذه غادي نستغلها ان شاء الله. هذه هي اللي غادي نستغل باش نردو اباجوره، لان انا كنت باغا نديرو كرسي صراحه، يعني عندي واحد الفكره ندير واحد الكرسي اخر، لكن ممكن نحل هذاك اللي صاوبت من قبل داك القهوي ونعاود نوريكم الفكره، لكن هذا غادي نردوه اباجوره. هذا عندي فيه واحد الزواقه كما كتلاحظوا، هاد الزواقه هادي غادي نستغلها، غادي نقطعها بالكوتور، يعني غادي ندور عليه في هاد البلاصه هادي بالكوتور كامل هنا هاد البلايص هادو. طبعا ماشي كله يعني باش ما يتقسمش، لانه الا قسمته كله اولي هاد الجزء بوحدو هاد الجزء بوحدو، يعني غنضرب تقريبا هاد البلايص هادو هكا، يعني غادي نفتحهم بالكوتور. كيجيني بحال هذا الشكل هذا. دابا حاجه واحده اللي غادي ندير هي غادي نزيد نحيد هذا الاسفل هذا. شوفو كيجي بحال هكا، طبعا خصهم يجيونا محلولين، لكن تندوزو نزوقو بعدا رحم الله. بقات لي حاجة وحدة وهي هاد البلاصة هادي فين غادي ندخلو الخيط، خصنا ندخلوها حتى هي. غادي ناخد الفيسوز وغادي غادي نبرسوز وغادي نتقب هنايا في الوسط بهذا الشكل هذا، باش غادي ندوز فيها الخيط عاد غادي نركب لا دويز ان شاء الله. دابا غادي ندوز للمرحله ديال الصباغه ديالو من الداخل. طبعا هذا الوسخ هذا يعني ما تتحيدش منه، يعني داير بحال غموله شاد فيه، هذاك علاش غادي ندوز ان شاء الله باش نصبغه. كتشوف غادي نخليه ينشف، عاد غادي نزيد الطبقه الثانيه، ومن بعد غادي ندير الطبقه الثالثه، يعني باش غادي يجيني مزيان، لان ما عنديش الصباغه ديال لاباز، هذاك علاش يعني ندير طبقه او طبقتين، غادي ندير طبقه اخرى او طبقتين باش يشد مزيان.
غادي ندوز ندير الطبقة الثانية. كما كتشوفوا ندوز دابا نصبغها، لان كنت باغا نغلفها لكن ما عنديش شي بابي اللي يجي معاها مزيان، داكشي باش غادي نصبغها بالارجنتي غير اللي موجود عندي. لكن طبعا الاختيارات ديال التوب، طبعا الاختيارات ديال الصباغة كيبقاو على حسب الرغبة. انا غنخدم باللي موجود عندي. هذا الدخل كذلك غادي نديرو باللون الفضي. من بعد غادي ندوز نركب هاد الحجيرات هادو، غادي نحاول ندور عليهم في هاد البلايص هادو. طبعا غادي نحتاج البيستولي. من بعد ما ساليت هاد الاجزاء هادو، غادي ندوز دابا ندير في هاد البلايص هادو. بعد ما ساليتها يعني من هاد الاجزاء هادو، دابا ندوز باش نسخنا هذاك السلك الداخل فقط بالبيستولي من هنايا يعني من الداخل. طبعا غادي ندير بزاف ديال الكولا نكثرها هنا في هاد البلايص هادو، نرسي البلاصه. غادي نجيب هاد البلاصه هادي، غادي نحاول ما امكن نديرها في الوسط، وغادي نسخها باللصاق لان البوله غادي تزيد تثبتها مزيان لان غادي تجرها لفوق. نخليها تنشف مزيان باش يشد اللصاق، عاد من بعد ان شاء الله ندوزو نركبو الخيط. بالنسبه للخيط طبعا عندي هذا، عندي هذا، غادي نحلو، غادي نحلو من هنايا يعني غادي نفكو من هنايا باش ندخل الخيط، عاد تجي البوله من هكا. اخيره هي غادي نزيد هاد الحجيرات هادو اللي كيتستعملوا في الفراشات، غادي نزيدهم يعني في بعض الاماكن باش يزيدو يزينو ليا البلاصه. طبعا غادي نحاول ما امكن ندير وحده وحده، لا يعني باش نضيع بزاف منهم لانه كيتقام غالي. خلينا نثبت كل وحده في واحد البلاصه من هادو باش يزيدو يزينو ليا الاباجوره ديالي. نشدهم شويه لان كما قلت لكم هاد اللصاق كيتعطل باش يشد، وغادي ندير يعني وحده بوحده. من بعد ما لصقت هذا الشيء هذا العقيق هذا كامل، دابا غادي ندوز الخيط كما قلت لكم، وها فكيتو من هنايا باش يصلح ليا ندخلو. هذا طبعا راه ولا شاد راسو، دابا غادي ندخل الخيط من هنا. ماشي هكا بعدا الكمبويا، غادي نجيب الخيط من الداخل هنايا لي هكا، من بعد غادي نلقمو. طبعا ما عنديش البيضه هنايا، هادي غير باش نوريكم هنايا يعني حيت غادي نجربها هنايا، ما عنديش الوقت باش نمشي حتى للدار ونفيلمي لان غادي يمشي عليا الحال. داكشي علاش غادي نوريكم هادي يعني كتجي هكا. من بعد غادي نركب هادي هنا. دابا غير هاد الكحله هنايا ما عندي واحد اخرى عندي في الدار بيضه، الا غادي تشد مزيان غادي تعطي المنظر يعني هكا. من بعد الخيط كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، الخيط غادي نحاول ندوزو من هنا.
غادي نجبد الخيط، يعني الخيط بهذا الشكل هذا هكا صافي. وهاد الخيط غادي نلاقيه مع الاخر، هاد الخيط هذا غادي نلاقيه مع الاخر من هنا اللي فيه النقاسه، نردو لبلاصتو. كما كتشوفوا الفكره جات بحال هكا. طبعا ما عنديش البوله باش نجربها، لكن كتبقى فكره. المهم نتوما تنفذوها وتستعملوها كاباجوره، يعني سطل ما رميناش، يعني سطل ما رميناش، بالعكس زدنا استفدنا منه بطريقه اخرى. نتمنى تكون عجبتكم هذه الفكره هذه، ودائما الى كيعجبكم الافكار ديالي والفيديوهات ديالي نتمنى انكم تبارطاجيوهم يعني بكثره باش يوصلوا للناس كتر. وما تنساوش دائما دعموا القناه باش تزيدوا توصلوا بها مستويات اعلى. طبعا كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التعليقات ديالكم، وكنشكركم كذلك على الاخوات، كنشكر كذلك الاخوات اللي التحقوا بيا في اللبس، يعني في هذيك الابليكاسيون اللي هضرت لكم عليها، اللي كندردشوا فيها بزاف وكنضحكوا يعني وكنتعرفوا على بعضياتنا اكثر. التحقوا بيا الا كنتم مهتمين حتى نتوما، وان شاء الله تزيدوا تعرفوا علي اكثر. وكما وعدتكم مازال نديروا اعمال يعني بسيطه، يعني ماشي ما فيهاش بزاف ديال الخدمة مباشرة ان شاء الله. نتمنى دائما تتابعوني، وما تنساوش حتى انا راه كنبغيكم كما كتبغوني. يلا نخليكم دابا ونتلاقوا ان شاء الله في ابداع اخر وفي فكرة جديدة. بسلام عليكم.